على حاجة برضو اللي ما حدش يعرفها، انا 14 سنة ناشئين زمالك، لا يا راجل، من 7 سنين ايه لغاية المفاجآت واحد دي؟ وعشرين والله انا ما اعرف. يعني برضو التأسيس. معلش انا مراني يعني انت عندك كام سنة؟ انا 29، ما شاء الله 29 و14 سنة في نادي الزمالك، من 7 سنين لغاية 21 سنة. ولعبت دوري. طب انا واخد بطولة الجمهورية، انا كنت في منتخب مصر ناشئين. طب امال ايه؟ طب في ايه؟ طب اهو بقى نصيب رزق. انا مثلا لما مين جيت اللي دربك في نادي الزمالك؟ مدربين حراس المرمى، كابتن سيد محمد علي، طبعا كابتن حسين السيد، طبعا كابتن خالد متولي ماسك الشوارع السعودي، عادل مأمور. عادل مأمور طبعا، كابتن عماد المندوه في الدرجه الاولى سنه ونص معاه. صراحه حتى لما نزل لي بوست على البتاع راح معلق لي وقال لي عملت ماتش هايل بصراحه. لا والله. لا يعني مدربين، فتأسست تحت مدربين كبار يعني. ايه املكم في الشرقيه دلوقتي؟ انا عارف ان انتوا في المركز الثامن. هو اهم حاجه دلوقتي هو بس المركز الثامن، عشان احنا كان عندنا ضغط كل 3 ايام ماتشات دوري وكاس، ما كناش بناء ما فيش عندنا اصابات كتيره. غيرنا جهاز طبعا، جه كابتن مصطفى مزيكا بصراحه مدرب على اعلى مستوى، بس ما عندوش الفرصه كل 3 ايام ماتش. طيب جه على اصابه 9 لعيبه مصابين. طيب